في لقاء صحفي أمام وسائل الإعلام الوطنية، أعطى السيد عبد الله الوردي والي أمن الدار البيضاء التشكيلة الأمنية وكذا جميع المعدات اللوجستيكية التي سيعتمدها رجال الشرطة في إنجاز مهامهم، حيث تم اعتماد مجموعة من الفروع الأمنية التي ستؤمن حفلات رأس السنة الميلادية بمدينة الدار البيضاء من أجل حماية أرواح المواطنين والممتلكات. وقد صرح والي أمن الدار البيضاء بمقر ولاية أمن أنفا أن النجاعة والاستباقية هي الميزة التي ستعتمدها المديرية العامة للأمن الوطني من خلال الانتشار الواسع للعناصر الأمنية وشرطة القرب. كعادتنا في هذا الترتيبات الأمنية المتعلقة باحتفالات السنة الميلادية، فاعتدنا أننا نستقبل هذه المنابر الإعلامية ونشكرها على الاستجابة وعلى الحضور ديالها. طبعا ولاية الأمن خلال هذه السنة عرفت عدة إنجازات، وهي تنفيذ المدير العام للأمن الوطني وتتعلق بمحاربة الجريمة بشتى أشكالها، كذلك التجاوب مع نداء المواطنين، وكذلك التفاعل مع كل القضايا التي تبلغ إلى علم المصالح الأمنية. طبعا خلال هذه السنة كانت مجموعة من القضايا الجنائية التي تم إنجازها بامتياز، مجموعة ديال القضايا التي تتبعتها على رأسها قضية ديال الاختطاف ديال الأطفال، وكللة التحريات التي أنجزت من طرف مصالح الشرطة القضائية والمصالح الموازية بنجاح، كذلك مجموعة من الحجوزات التي توفقت المصالح الأمنية بالمخدرات، إما الأقراص المهلوسة أو الشيرة أو كذلك المخدرات الصلبة. بالنسبة للإجراءات الأمنية اللي أنتم عاينتها عن قرب من خلال التتبع اليومي للإجراءات التي اتخذت خلال هذا الأسبوع، ككل تمهيدا لهذا اليوم، لاحظتم أن هناك مجموعة من الموارد البشرية واللوجستيكية والتقنية المتقدمة التي ستستعمل خلال هذا اليوم، غاية بطبيعة الحال لتحقيق رؤية جديدة للمديرية العامة للأمن الوطني لدى المواطن وتحسيسه بالأمن الذي نريد أن نقطع المسؤول إلى درجة أعلى. نريد أن نعطي انطباع للمواطن بأن المديرية العامة للأمن الوطني تتوفر على موارد بشرية ولوجستيكية متطورة، غاية في رفع إحساسه بالأمن الذي بطبيعة الحال يخيم في لحظات معينة مع انتشار بعض الظواهر الإجرامية. إذن اليوم نقول للمواطنين هذه صورة من صور المديرية العامة للأمن الوطني، ومن خلالها نريد أن نتقرب أكثر للمواطنين من خلال يعني التجول بالقرب منهم خلال هذا اليوم الذي يعرفوا يعني لحظات سعادة بالنسبة للمواطنين. إذن سنواكب هذه السعادة وسنؤمنهم من كل المخاطر المحدقة بالمدينة وبالبلاد. قبل ما تخرجوا ما تنسوش ابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع صحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم وما تبخلوش علينا بتعليقاتكم وملاحظاتكم.